أثناء إجراء الحجامة يحدث ما يلي: بعد وضع الكوب على الجلد يتم إنشاء ضغط سلبي بشكل مصطنع مما يؤثر على الأنسجة على عمق 10 إلى 12 سنتي، ونتيجة لذلك يتم سحب الأنسجة الدهنية والعضلات في منطقة الحجامة، وهذا يؤدي إلى تدمير الشعيرات الدموية التي تحتوي على عناصر دم غير قابلة للحياة مثل خلايا الدم الحمراء الهرمة والأخلاط الناتجة عن العملية الكيميائية داخل الخلايا التي تسبب تعطيل دوران الدم داخل الأوعية الدقيقة، ويصاحب تلف الشعيرات الدموية إطلاق الدم في الأنسجة المحيطة مما يؤدي إلى تكوين ورم دموي، ويمكن الحكم على شدة الاحتقان من لونه. يصاحب إطلاق خلايا الدم الحمراء التنكسية استجابة من الجسم تهدف إلى استعادة بنية الشعيرات الدموية وزيادة التدفق الليمفاوي تحت الكأس، ونتيجة لذلك يقل التورم في هذا المكان بعد تجمع هذه الأخلاط. بعد ذلك يتم إزالة الكوب ويتم إجراء شقوق دقيقة آمنة على الجلد، ثم يتم وضع الكوب مرة أخرى ويتم إنشاء ضغط سلبي بشكل مصطنع مرة أخرى، ويرافق ذلك إطلاق عناصر الدم المتراكمة في الأنسجة الرخوية في تجويف الكوب. يخرج الدم إلى الكوب حتى تظهر علامات انتهاء العملية. نتيجة الحجامة نحصل على إزالة عناصر الدم غير القابلة للحياة في منطقة معينة، واستعادة الدورة الليمفاوية وتخفيف الألم والتورم وتحفيز المناعة العامة بهدف الحفاظ على الحالة العامة للجسم في المستوى المناسب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.